تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جاء الحث على قيام الليل، وهو دأب الصالحين من قبلنا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبطرت قدماه، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. بادر بالامتثال. وفي آية الزمر ما يدل على أنه أعني قيام الليل من سمات أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد إيش؟ من هو قانت آناء الليل. هذه سمة أهل العلم، مما يدل على أن الذي لا يقوم الليل وإن كان عنده شيء من العلم فإنه لا يستحق ذلك.